السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده ان شاء الله هيبقى انبوكسنج للحمل الثلاثي بتاع المطبخ. طبعا انا الحمل الثلاثي ده كنت شاريه قبل كده ونزلت لكم في المشتريات على القناه، فاسيب لكم الاي فو ان شاء الله اللي حابه تشوف المشتريات وحابه تشوف انا جبته بكام ومنين، وهسيب لكم كمان اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت اللي حابه تروح تتفرج عليه. يلا بينا نسمي الله ونبدا الفيديو ونشوف بقى الانبوكسنج سوا مع بعض. دلوقتي يا بنات احنا هنفتحوه سوا ونشوف محتوياته من جوه وهنركبه ازاي وكل حاجه. تمام، ده كده شكل العلبة وانا بفتحها. تمام، خلي بقى العلبة على جنب وكده نفتحه. المفروض ان دي بنحط فيها الفويل ودي بنحط فيها البلاستيك راب او البلاستيك الغذائي، يعني بنحطهم هنا ودي بتبقى شكلها متعلق كده عشان خاطر بنحط هنا عليها من فوق التوابل والحاجات اللي هي بتبقى محطوطة، يعني او نحط الديكور على حسب ما احنا عايزين زي ما مرسوم كده. بس يعني هنا حاطين هما توابل، تقدري بقى انت تحطي توابل او تحطي ديكور فازات صغيرة كده على حسب طبعا انت حابة ايه. مش حابة تحطي حاجة خالص، دي حرية شخصية طبعا، بس يعني بيوريك ان دي كمان ليها استخدام. يعني يعتبر كده ومش ثلاثي، يعتبر رباعي في نظري انا، لان انت هتحطي المناديل وهتحطي الفويل وهتحطي البلاستيك راب وهتحطي الحاجات اللي انت هتسندي عليها سواء كان بهارات او سواء كان ديكور على حسب ما انت عايزه. فانا شايفه ان هو يعني الصراحه كويس جدا وشيك جدا في اي مطبخ، ان هو هيسهل عليكي بدل ما تلاقيش المناديل تلاقيها ضايعه، ما تلاقيش الفويل مش عارفه انت حاطاه فين في انهي درج في المطبخ او انهي دولاب في المطبخ، تحسي ان هي حوسه. انما ده في وشك وكمان ليه علقات يا بنات. بصوا ده شكله من ورا كده اهو، المفروض ان جاي معاه مسامير عشان كمان يتعلق. هو ده شكله من ورا، هو مفرغ وكل حاجاته جواه. دلوقتي هنفتحه ونشوفه مع بعض. اولا يا بنات المفروض ان احنا بصي بتضغطي كده عليه شويه، بس برده مش جامد قوي عشان ده بلاستيك عشان ما يكسرش مننا يعني. تمام، ونفتحه كده عشان هو بيبقى معشق في بعضه. يعني اوكي تمام، طلع اهو. دي اول واحده افتحوها كده، تحط لك اللي هي بتقطع لك الحاجات جوه ده عشان تفتحوها برده تشوفوها سوا. تمام، افتحوا بقى الثانيه شوفوا جواها ايه. بصوا يا بنات دي التانية اهي، فيها اللي هي بتاعت المناديل. تمام، دلوقتي بقى نركبوه مع بعض ونشوفوا شكله عامل ازاي. نرجعوا نقفلوا دي كده هنا تاني، نطلعوا دي بره، نرجعوا نحطوا دي مكانها تاني. ده بعد بقى طبعا نحطوا فيها اللي احنا عايزينه، سواء البلاستيك اللهم صل على النبي، البلاستيك الغذائي والفويل. تمام، ده بعد ما نحطهم كده هيبقوا الاثنين محطوطين، المفروض ان هطلعوا منهم طرف يعني زي ما مرسوم. هوريكم دلوقتي، طلعوا طرف كده زي ما مرسوم، طرف من هنا وطرف من هنا، ودي اللي هي مرسومه دي هي دي اللي بتمشي بيها عشان تقطع لك ايه الورق الفويل. برده هوريها لكم اهي، المفروض ان هي دي. واقوم حاطين لك فرنشات اهو مسامير عشان خاطر تعلقيها، ان هي بتبقى متعلقه زي ما مرسوم كده على العلبه. بصوا يا بنات ده شكلها من جوه، المفروض ان هما اتنين، واحدة هنا وواحدة هنا. هي من جوه اهي شكلها مواس، المفروض اهي لو واخدين بالكم هو اصلا موس حد جدا. فالموس ده انتي بتحطيه بقى، المفروض ان هي بتركب بقى كده هنا، وانتي بقى تروحي ايه ممشية على دي كده. فاول ما تمشي هي طبعا هتركب هنا، فانتي اول ما بتمشي بتروحي ايه قطعوها بالموس ده بحيث ان كل حاجة تبقى متساوية، متشدوش يتقطع منك ولا يبقى شكله مش حلو. لو انتي عايزة تغلفي حاجة يعني كل حاجة تبقى شكلها في المطبخ منظم وشكلها شيك ونازلة مش مقطعة، لا نازلة كده متساوية وشكلها حلو. ده بالنسبة لدي اللي بتحط هنا، واحدة هنا والتانية هي دي بتركب تحت، فالاتنين بيبقوا ايه تحت بعض، بتروحي شده كده بتروحي قاطعه. بالنسبه بقى للاتنين دول، دي اللي هي بتاعت المناديل، حمل المناديل تحطيه وتوسعي وتضيقي على حسب البكره بتاعتك. تمام، في بكرات مناديل بتبقى كبيره وفي بكرات بتبقى رفيعه، فدي هتديكي مساحه بالطول وبالعرض بحيث ان بالعرض هتوسعي وبالطول هي اصلا سايبه فراغ كبير على حسب طول البكره. يعني تقدري تحطي فيها اكتر من، اللهم صل على النبي، اكتر من حجم، يعني تقدري الحجم اللي يناسبك تحطيه عادي. دلوقتي يا بنات بقى نركبوا دي مع بعض زي ما انتوا شايفين دي كده، نحطوها هنا كده. تمام، هزودها لكم دي، نحطوها كده تروح داخله كده. الثانيه نحطه المكان دوت اللي هو المفتوح ده، هنعشقه في دي. تمام، نخليه يخش في دي، فهو بحطوها كده زي ما انتوا شايفين. شايفين كده عامله ازاي؟ واخدين بالكم اهو، بحاول اقرب لكم على قد ما اقدر ونروح مدخلينها كده اهو. ده كده بقى ايه شكلها النهائي يا بنات. تمام، فاحنا بقى دي هنوسع ونضيق على حسب ايه البكره اللي عندنا، على حسب حجمها نوسعها كده ونضيقها كده.
وده هيبقى ايه شكلها النهائي. وبقى هنا بنحطه زي ما احنا قلنا كده الحاجات اللي احنا عايزينها، وهنا المناديل، هنا الالفويل، وهنا البلاستيك، وهنا بنسنده، مش عايزين نسنده، دي حريه شخصيه. بنات هو ده شكلها النهائي زي ما انتم شايفين كده. فاللي حابه بقى تشتريها هسيب لها اللينك في الديسكريبشن بوكس، وهسيبه لها كمان في اول كومنت مثبت. اللي حابه تشتريها من على سوق.com يعني تضغط على اللينك هتخش على طول على الصفحه، هتلاقي كذا تاجر. طبعا شوفي بقى انت السعر اللي انت حباه، لان هي باسعار متفاوته. وبالنسبه لو لقيتيها بقى في اي محل بيتباع عادي يعني بره مش اونلاين، اجري عليها اخطفيها بجد على ضمانتي، حلوه جدا وشيك جدا وعمليه قوي في المطبخ. هي كمان هتلملك يعني حاجتك ما تضيعش منك كده زي ما قلت في اول الفيديو. يا رب كده الانبوكسنج ده يكون عجبكم، او الريفيو ده يكون عجبكم، يكون خفيفه على قلبكم. ما تنسنيش بقى في الشير واللايك والسبسكرايب. باي باي.